عرش بلقيس يعد الموقع الأثري الأشهر بين آثار اليمن، ويقع على بعد 1400 متر إلى الشمال الغربي من محرم بلقيس، وهو معبد سبائي كرس لإله القمر، ويلي معبد أوام من حيث الأهمية ويعرف محليا بالمعاميد. ظل المعبد حتى عام 1988 للميلاد تغطيه كثبان الرمال المحيطة به، إلى أن كشف عن تفاصيله المدفونة تحت الرمال نتيجة التنقيب الأثري، فوجد أن المعبد يتألف من وحدات معمارية مختلفة، أهمها قدس الأقداس والفناء الأمامي وملحقاتهما، مثل السور الكبير والمبني من الطوب والمنشآت التابعة له. لقد تطورت العناصر المعمارية لمعبد بران في حقب زمنية مختلفة منذ مطلع الألف الأول قبل الميلاد، ويبدو أن المعبد مكون من وحدات معمارية متناسقة يتقابل فيها المدخل الرئيسي والساحة مع المدرج العالي بشكل يوحي بالروعة والجمال وعظمة المنجز. المعبد مربع الشكل، له مساحة مكشوفة تتوسطها البئر المقدسة وحوض ماء حجري يصل إليه الماء بواسطة مصب من فم الثور المقدس، والقاعة محاطة بعدد من الجدران من الشمال والغرب والجنوب. وأمام الجدار الغربي ينتصب عدد من المقاعد المرمرية ومن القاعة المكشوفة، وتوجد 12 درجة تؤدي إلى قدس الأقداس، حيث الأعمدة الستة يوجد حاليا 5 أعمدة والسادس مكسور، وهي ذات التيجان المزخرفة بالمكعبات، ويزن العمود 17 طنا و350 كيلوغراما، ويبلغ طوله 12 مترا وسمكه 80 سنتيمترا. يحيط بساحة المعبد المقدس سور من اللبن الطين، وله أبراج، ويقع باب المعبد في الجهة الشمالية.